سائل يقول: إذا كان لا يعذر بالجهل في أمور الشرك والعقيدة، فكيف نجمع بين هذا الأثر وبين حديث حدثاء العهد بالإسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم؟ ما فعلوا يا أخي، ما كفرهم، لو فعلوا لكفرهم، لكن ما فعلوا، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى الرسول: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم ما فعلوا الشرك، لو فعلوه ما عذروا. يعني هذه مغالطة من بعضهم. نعم.